السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معنا في غرفة التحليل اليومية لسوق العملات اللي هنتناول فيها النهاردة إن شاء الله أهم الفرص اللي هتكون متاحة معانا خلال الأسبوع الجديد من يوم 9 حتى 14 مارس 2020. طبعا لو في أي استفسار تقدر تشوف كومنت هنا وهيتم الرد عليك بتحليل الزوج اللي أنت حابه، ولو الصوت والصورة تمام يا ريت نكتب واحد عشان نبدأ التحليلات إن شاء الله. طيب تمام، هنبدأ أولا بأهم الأخبار اللي موجودة معانا خلال تداولات الأسبوع الحالي، واللي يعتبر أسبوع هادئ نوعا ما من الناحية الأساسية. عندنا هيكون أخبار التضخم على الدولار الأمريكي، وهيكون عندها تقرير السياسة النقدية يوم الخميس على اليورو. دول تقريبا هما بس الخبرين اللي معانا خلال الأسبوع الحالي، غير كده مش هيكون معانا أي أخبار متوقع إنها تؤثر على الأسواق. لكن ما يزال تأثير فيروس كورونا ممتد على الأسواق، وهو المحرك الرئيسي لمعظم الأسواق خلال الوقت الحالي. عندنا أسواق كتير ابتدت تعاني في الأوقات الحالية، من ضمنها السوق المصري والسوق السعودي أو معظم الأسواق العربية عامة بعد زيادة انتشار فيروس كورونا داخل الوطن العربي، غير استمرار هبوط البورصة الأمريكية أو المؤشر الرئيسي للبورصة الأمريكية الداو جونز والداكس 30 المؤشر الرئيسي للبورصة الألمانية، ويتبعهم طبعا باقي المؤشرات الرئيسيه لبورصات العالم. فواضح كده ان الموضوع هيفضل مستمر معانا خلال الفتره اللي جايه، والهبوط هيفضل مستمر طول ما مفيش اي علاج تم اكتشافه لفيروس كورونا. طيب تعالوا نتكلم النهارده على العملات، ونبدا اول حاجه باندكس الدولار اللي شهد هبوط قوي جدا مع تداولات الاسبوع الماضي. الهبوط ده كان طبعا نتيجه لانعكاس هبوط الداو جونز خلال الاسابيع الماضيه، بقالنا 3 اسابيع تقريبا هبوط الداو جونز، هبطنا كل اللي صعدناه خلال عام 2019 و2020 في خلال ال3 اسابيع الماضيه نتيجه لفيروس كورونا زي ما اتكلمنا. ابتدى يظهر التاثير ده على اندكس الدولار خلال الاسبوع الماضي والاسبوع قبل الماضي، شفنا ارتداد من مستويات ال 99.60 وصلنا ل 96.09. طيب اندكس الدولار هو حاليا موجود زي ما قلنا عند مستويات 96.09، اهم المستويات اللي بتقابله في الوقت الحالي هو مستوى ال 95.73، ده اللي ممكن يكون نوعا ما مؤثر او ممكن يوقف الحركه القويه على اندكس الدولار ونشوف منه بعض التصحيح. طيب التصحيح ده متوقع يكون لحد فين؟ عندنا مستويات ال 97.04 او المستويات اللي حصل فيها بعض التذبذب في المستويات دي، هي دي المستويات المتوقع تصحيح اندكس الدولار ليها، ده طبعا في حاله ثبات الاندكس اعلى مستويات ال 95.7. غير كده فهو متوقع استمرار هبوط للدولار بشكل عام خلال الفتره الجايه، طبعا تاثرا باللي بيحصل في الداو جونز خلال الفتره الاخيره. ده كان بالنسبه لاندكس الدولار، يعني مفيش كلام كتير نقدر نقوله عليه، هي دي المناطق الوحيده اللي ممكن نشهد منها ارتدادات. طبعا في حاله اختراق او في حاله كسر المناطق دي فهيكون عندنا استمرار لهبوط اندكس الدولار، ممكن يمتد الهبوط ده لحد مستويات ال 93.86، وممكن ابعد من كده كمان عند مستويات ال 89 لو ما فيش جديد بخصوص انتشار فيروس كورونا. طيب ده بالنسبه لاندكس الدولار. تعالوا بقى نتكلم شويه عن الازواج، ولو في اي استفسار زي ما قلنا نقدر نسيبه في كومنت ويتم الرد عليكم ان شاء الله. اول زوج معانا كالعاده هو زوج اليورو دولار اللي حاليا بيتداول عند مستويات 12.85، اتأثر سلبيا شويه مع نهايه تداولات الاسبوع الماضي يوم الجمعه، وارتداد من مستوى ال 13.55. مستويات ال 13.55 لمستويات ال 14.10 هو طبعا مستوى ال 13.55 لمستويات ال 14.10 هي دي تعتبر مناطق العرض الرئيسية على زوج اليورو دولار خلال الفترة الأخيرة، واللي تم الهبوط منها من قبل المستويات ال 1.0881. شفنا تأثر قوي مع بداية لمس المنطقة، لكن الشمع أو الإغلاق ما يدلش إنه إغلاق سلبي بشكل كبير، ممكن مع بداية تداولات الأسبوع نوصل للمناطق دي تاني اللي هي مناطق 13.55 ل 14.10، ومن عندها نبتدي نتابع زوج اليورو دولار. لو ابتدى يظهر لنا اي سلوك سعر انعكاسي داخل المناطق دي ممكن يتكون لنا من عندها فرص بيع لاستهداف مستوى ال 11 12، لكن برضه مش هيكون متوقع قوه كبيره للدولار خلال الفتره القادمه او ان يحصل هبوط قوي. المتوقع ان هو يحصل بعض التصحيح بس ارتدادا من المنطقه ثم استكمال الصعود، والتصحيح ده زي ما قلنا متوقع الوصول لل 11 12 وبعد كده استكمال الصعود خلال الفتره اللي جاي. الفكره كلها اللي بيخلينا نرجح ان ممكن يكون عندنا بيع على اليورو دولار خلال الفتره اللي جايه بالرغم من ضعف الدولار الواضح هم حاجتين.
اول حاجه وجود اندكس الدولار عند مناطق دعم جيده جدا. ثاني حاجه هو انتشار فيروس كورونا بشكل كبير جدا داخل الدول الاوروبيه في الفتره الاخيره، فبالتالي ده كمان متوقع ان يكون تاثيره سلبي بشكل كبير على اليورو، فبالتالي احنا عندنا يورو ضعيف ودولار ضعيف خلال الفتره الاخيره، فبالتالي اتوقع ان الدولار هيكون اقوى كمان من اليورو مع انحسار الاصابات داخل الولايات المتحده الامريكيه وظهورها بشكل كبير جدا داخل دول الاتحاد الاوروبي بشكل عام. وما اننا اتكلمنا على اليورو دولار، فتعالوا كمان نتكلم على الداكس 30 وهو المؤشر الرئيسي للبورصه الالمانيه اللي بيتداول عند مستويات ال 11545 بعد ما هبط من مستويات ال 14000 وفقد تقريبا اكثر من 25% من وفقد اكثر من 25% من السيوله بتاعته خلال الفتره الاخيره. حاليا وصلنا لمستويات تعتبر جيده جدا، لكن هننتظر استكمال الهبوط من المستويات الحاليه. احنا هدفنا عند مستويات ال 11482 او بين ال 11250 ل 11482، من المستويات دي هي اللي نقدر نبتدي نكون عمليات شرائيه على الداكس 30، برضه مستهدفين منها بعض التصحيح وليس تغير الاتجاه او استكمال الاتجاه الصاعد. ساعتها هيكون عندنا اهداف عند مستويات ال 11882 ثم عند مستويات ال 12225، ومن عند ال 12225 ممكن نستكمل الاتجاه الهابط السائد خلال الفتره الاخيره. احنا عندنا الداكس 30 خلال الفتره الاخيره ووصل بالنسبه لمستويات فيبوناتشي، فهنلاحظ ان هو وصل بالظبط عند مستويات لو سحبنا فيبوناتشي من القاع اللي كان متكون لنا ده، عفوا هنلاقي ان احنا وصلنا تقريبا لمستويات ال 61 واقتربنا جدا من مستويات ال 78، لكن اعتقد ان مستويات ال 61 هي متوافقه مع مناطق الطلب اللي اتكلمنا عليها، فهي هتكون افضل مناطق التصحيح حتى مستويات ال 12225 خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب كمان من ضمن الازواج اللي موجوده معانا وهو زوج الباوند كندي اللي عليه فرصه بيع تعتبر جيده نوعا ما من المستويات الحاليه. عندنا مناطق طلب بين مستويات ال 1.2106 حتى مستويات ال 1.2224، بالاضافه لتكوين شمع بين بار انعكاسيه على الفاصل الزمني اليومي خلال تداولات يوم الجمعه الماضي، فبالتالي دي هتكون فرصه جيده جدا للشراء من المستويات الحاليه. هنستهدف منها مستويات ال 1.2522 تقريبا 250 نقطه. احنا استهدافاتنا للازواج خلال الفتره اللي جايه مش هتكون كبيره، هتكون نوعا ما استهدافات متوسطه نتيجه للحركه القويه اللي بتحصل خلال الايام الاخيره، فبالتالي مش هنقدر ان احنا نصبر مع ترند كتير او ناخد تريدات عن المدى الطويل. كل اهدافنا هتكون بين ال 80 وال 150 نقطه تقريبا، الا الكورسات هي اللي ممكن توصل ل 200 نقطه. فدي الفرصه الموجوده على زوج الباوند فرانك، زي ما قلنا شراء من المستويات الحاليه بوقف خساره اسفل مستويات ال 1.2102، اهدافنا هتكون عند مستويات ال 1.2531 كهدف اخير. النيوزيلندي كندي ارتد من مستويات ال 83 قبل ما يوصل لمنطقه الطلب بتاعته الموجوده بين مستويات ال 82 43 حتى مستويات ال 82 94. لو نلاحظ دي المنطقه اللي كان حصل فيها عمليات تجميع قبل كده ادت لصعود الزوج لمستويات ال 87. طيب تعاملنا مع الزوج الفتره الجايه هيكون كالتالي، احنا ننتظر اختراق مستوى ال 86.08، وقتها هيكون عندنا فرصه للشراء لاستهداف مستوى ال 87.98 مره اخرى. الفكره كلها ان احنا عندنا منطقه ال 86.08 تعتبر منطقه مقاومه قويه، فبالتالي ممكن يحصل بعض التصحيح من عندها، فبالتالي الافضل لينا ان احنا ننتظر استكمال او ننتظر اختراق 86.08 لتاكيد فرصه الصعود وتكوين قمه اعلى من قمه بعد ما كوننا قاع اعلى من قاع، فبالتالي نكون نوعا ما تحولنا لاتجاه صاعد، فنقدر نستهدف مستهدفات كويسه خلال الفتره اللي جايه هتكون متمثله في مستويات 87.98. كمان من ضمن الازواج اللي موجوده معانا هو زوج الدولار ين اللي مع اللي تعرض لموجه هبوط عنيفه جدا خلال تداولات الاسبوعين الماضيين نتيجه طبعا لقوه الين الكبيره خلال الفتره الاخيره والضعف الكبير للدولار امام سله العملات. هبطنا من مستويات ال 112 لمستويات ال 105.34
اول مره نشوف الدولار ين بيتحرك بالقوه دي منذ فتره كبيره جدا. وفي نفس الوقت احنا دلوقتي عند قاع عام 2018، القاع ده ما اتكسرش من 2018، فبالتالي تعتبر منطقه دعم جيده جدا، بالاضافه لانها منطقه طلب، ما تعتبرش منطقه لسه فريش، بس منطقه ما زالت محافظه على قوتها. الفكره كلها ان احنا الاغلاق عندنا كان سلبي بصوره كبيره، فبالتالي هننتظر الاول افتتاح ايجابي مع تداولات يوم الاثنين. لو ابتدى يتكون لنا شموع انعكاسيه صاعده، ساعتها هنبتدي نفعل الفرصه بتاعتنا لاستهداف مستويات ال 107 69 ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، وبعدها كمان ممكن يكون عندنا اهداف عند مستويات ال 110. فبالتالي الدولار ين عليه فرصه للشراء باهداف كبيره جدا، زي ما قلنا هو واقف عند منطقه ما قدرش يكسرها من عام 2018. كل اللي احنا منتظرينه بس اشاره تاكيديه للدخول في صفقات الشراء، هنحافظ على وقف الخساره بتاعنا اسفل مستويات ال 154 تقريبا، هي دي هتكون مستويات وقف الخساره عندنا، يعني تقريبا الاستوب بتاعنا هيكون 100 نقطه مقابل اهداف بتقترب ل 400 نقطه، بس ده هيكون على المدى الطويل شويه. وممكن نقسم اهدافنا بحيث ان احنا زي ما قلنا يكون عندنا هدف اول عند مستويات ال 107 69، ثم هدف اخير عند مستويات ال 109 80. ده بالنسبه لزوج الدولار ين. طبعا لو حد عنده اي استفسار عن زوج معين ممكن يكتبه دلوقتي وهيتم الرد عليه. احنا زي ما قلنا ان شاء الله هنكون متابعين بشكل يومي في غرفه التحليل اليوميه دي، هتلاقوا اللينك بتاعها لو انت بتتفرج علينا على اليوتيوب او في تسجيل الفيديو على اليوتيوب، هتلاقي اللينك موجود تقدر تسجل وتتابع معانا يوميا غرفه التحليل، لان هي مش هتكون موجوده بشكل يومي على اليوتيوب. طيب كمان من ضمن الازواج اللي موجوده معانا هو زوج الباوند ين، واللي نوعا ما بيقف في منطقه محيره جدا. وصلنا لمستويات ال 107 ال 137 41 بعد الارتداد من 136 59. اغلاق شمعه الاسبوع الماضي او اغلاق يوم الجمعه كان اغلاق يعتبر سلبي بصوره كبيره متمثل في شمعه بنبر. الفكره كلها ان الدخول دلوقتي هيكون ايقاف الخساره بتاعه كبير نوعا ما، لان احنا عندنا مستويات ال 135 64 تعتبر منطقه فليب زون جيده جدا، فبالتالي ممكن يهبط لاعاده اختبار المنطقه دي. ففي حاله افتتاح سلبي الاسبوع والاضطراب من 135 64، ساعتها ممكن نفعل صفقات الشراء بتاعتنا لاستهداف مستويات ال 138. اما من المستويات الحاليه مش شايف اي فرص نقدر ندخلها للشراء من المستويات الحاليه، لان احنا بس هنكون بعيد عن الاسطوب، ساعتها الاسطوب هيكون تقريبا 200 نقطه، فمقارنه بالهدف يعتبر اسطوب كبير جدا. فبالتالي هننتظر التصحيح للاضطراب من منطقه الشراء ان شاء الله، بعد كده هنبتدي ندخل صفقات الشراء او نبتدي نفعل صفقات الشراء بتاعنا. النيوزيلندي دولار، النيوزيلندي دولار ارتد من مناطق الدعم اللي كنا محددينها قبل كده الموجوده بالقرب من مستويات ال 62. ابتدينا نشوف موجه تصحيحيه صاعده ما شفناهاش بقالنا فتره كبيره جدا على النيوزيلندي دولار. فبالتالي اعتقد ان احنا ممكن نشوف صعود الفتره اللي جايه. طبعا الموضوع ده كان جاي تاثرا بضعف الدولار خلال الفتره الاخيره اللي خلى ازواج كتير جدا تغير اتجاهاتها او في تدخل في موجات جديده. عامه النيوزيلندي دولار يعني ارتد من قاع عام 2019، وقبل كده ما كانش وصل للمستويات دي منذ عام 2015، فاحنا عند قاعده قويه جدا بالنسبه لزوج النيوزيلندي دولار، متوقع صعود المستويات ال 64 66. فلو دخلت معانا اصلا قبل كده بالقرب من مستويات ال 62 زي ما نوينا، فاحنا ما زلنا مستمرين في الصفقه بهدف عند مستويات ال 64 66. طيب السيناريو الجاي للزوج هيكون بانتظار اختراق مستوى ال 64 66، في حاله الاختراق والاطلاق عليه ممكن ساعتها يتفعل لنا فرصه شراء ثانيه. هنستهدف من القمه المتكونه عند مستويات ال 67 60، ده الفتره اللي جايه لو قدر الزوج ان هو يستكمل صعوده بقوه خلال الفتره اللي جايه ويخترق مستويات ال 64 66. طيب ده بالنسبه لزوج النيوزيلندي دولار. كمان من ضمن الازواج اللي موجوده معانا هو زوج اليورو ين. زوج اليورو ين حاليا بيتداول عند مستويات ال 118.91، اتوقع استكمال الهبوط من المستويات الحاليه للوصول لمستويات الطلب الممتده بين مستويات ال 117.07 حتى مستويات ال 117.65، دي اللي هتكون او دي هتكون مستويات الشراء بالنسبه لنا خلال الفتره اللي جايه لاستهداف مستوى ال 121 على المدى الطويل. ممكن نقسم اهدافنا بحيث ان احنا نضع الهدف الاول عند مستويات ال 119.26 ثم هدف اخير عند مستوى ال 121.44، لكن كل ده مرتبط باستكمال هبوط اليورو ين خلال تداولات الاسبوع الحالي للوصول لمناطق الشراء اللي محددينها.
كده احنا حللنا مع بعض النهارده الدولار اندكس، حللنا اليورو دولار، الداكس 30، الباوند فرانك، النيوزيلندي كندي، الدولار ين، الباوند ين، والنيوزيلندي دولار، واليورو ين. ودي كانت اهم التحليلات اللي كانت اللي موجوده معانا في غرفه التحليل اليوميه لسوق العملات. النهارده ما زلنا مكملين، هنكون معانا غرفه تحليل السوق السعودي اليوم ان شاء الله الساعه 6 بتوقيت الرياض، 5 بتوقيت القاهره. فلو حد متابع السوق السعودي يقدر يسجل من الرابط اللي هتلاقوه موجود على قناه تليجرام وعلى البيج بتاعتنا على الفيسبوك ويحضر معانا الروم ان شاء الله. ولو في اي استفسارات الفيديو ده كده كده هيبقى موجود على اليوتيوب، تقدروا تسيبوها على اليوتيوب وتابعوا معانا في غرفه التحليل اللي هتكون معانا بكره ان شاء الله، التحليل الجديد وتحديث لاهم الفرص بعد افتتاح الاسواق. زي ما قلنا الاسواق ما زالت متاثره بصفه كبيره جدا بفيروس كورونا وانتشار بصفه كبيره في كل دول العالم خلال الفتره الاخيره. ده هيكون المحرك الرئيسي معانا خلال تداولات الاسبوع الحالي. من الناحيه الاساسيه اتفقنا ان احنا ما عندناش غير التضخم على الدولار الامريكي، وعندها تقرير السياسه النقديه في منطقه اليورو يوم الخميس ان شاء الله. اتمنى لكم اسبوع تداول موفق. كان معكم احمد اسامه من اكاديميه بيبرو تريدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.